السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القسطاس الذي نتناول فيه الواقع الليبي من زاوية قانونية مع الأستاذ المحامي والخبير القانوني المهدي كشبور. ونشير مشاهدينا إلى أننا نستقبل آراءكم وتساؤلاتكم من خلال التعليق على رابط الحلقة على فيسبوك، وسنحاول الإجابة عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. مرحبا بك أستاذ المهدي. أهلا وسهلا بك. مرحبا. نحن ربما توقفنا وانقطعنا يعني من قبل رمضان، كانت آخر صحيح. حلقة معنا، واليوم نستأنف مجددا سلسلة حلقات برنامج القسطاس، فعودا حميدا إن شاء الله. إن شاء الله. كنا قبل رمضان بدأنا في سلسلة حلقات تسليط ضوء على مشروع الدستور، وبدأنا في الباب الأول ووصلنا إلى المادة 14، كانت تتحدث عن حق اللجوء السياسي. ولكن قبل أن نعود إلى مشروع الدستور، ربما يحسن أن نتناول آخر التطورات في المشهد الليبي من الناحية القانونية، وتحديدا موضوع الانتخابات القادمة في 24 من ديسمبر والعقبات لاسيما التشريعية التي تواجهها أو تقف يعني أمامها. فبداية يعني انتخابات 24 من ديسمبر الآن تفصل عليها ربما أقل من 4 أشهر، هل لا زالت حتى الآن ممكنة؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبداية يعني حتى نعرج على إمكانية إجراء العملية الانتخابية في 24 ديسمبر، علينا نرجع بالذاكرة للخلف أساس هذا التاريخ من أين جاء. هذا التاريخ 24 ديسمبر تم تحديده عن طريق فريق الحوار في جنيف، عندما منحت أو تم ترشيح سيد دبيبر لرئاسة الحكومة وسيد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، ووضعت رؤية أو خارطة الطريق تحدثت على إجراء عملية انتخابية في 24 ديسمبر. ولكن الانحراف بدأ من ذلك الوقت، ولكن في غمرة فرح الشعب الليبي بالوحدة، حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد، أغفلوا نقطة مهمة وأثرناها في حينها، وهي أن الخارطة الطريق نصت على أن يتم اعتماد هذه الخارطة ومنح الثقة للحكومة كحزمة واحدة من قبل مجلس النواب. ما قام به مجلس النواب في تلك الجلسة هو منح الثقة للحكومة والمجلس الرئاسي وسكت عن هذه الخارطة، وبالتالي لم يضفي عليها إطارا قانونيا أو دستوريا لتكون لها القوة الإلزامية، وبالتالي أصبح هو مجرد تاريخ استرشادي لا أكثر ولا أقل. عموما يعني لا يوجد ما يلزم قانونيا نعم بإجراء انتخابات في 24 من ديسمبر، نعم فقط مجرد التزام أدبي، ولكن من ناحية قانونية مجلس النواب لم يضمن خارطة الطريق، لأنه يعلم جيدا أنها ستقيد مجلس النواب أكثر من مما هو أعطاه لنفسه اليوم. فالمشكلة بدأت من ذلك الوقت، عدم اعتماد هذه المخرجات كإطار قانوني، وبالتالي لا تنطبق عليها النصوص أو القواعد العامة في التشريعات، وهي عنصر الأساسي وهو الإلزامية، وبالتالي أصبح الإلزامية هذا النص مجرد إلزام أدبي لا أكثر ولا أقل. بعد اعتماد الحكومة كان ينبغي أن يتم اعتماد قاعدة دستورية يتم التوافق عليها من قبل فريق الحوار، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب ومجلس الدولة لإقرارها. أنت الآن ربما تتحدث حول المتطلبات أو المستلزمات نعم التي تحتاجها العملية الانتخابية لكي تتم في 24 من ديسمبر نعم المقبل. نعم، وبالتالي كان لجنة فريق الحوار لم يستطع التوافق على إصدار قاعدة دستورية، فشكل فريق قانوني لجنة استشارية لتضع تصور للقاعدة القانونية. هذا فريق قانوني للأسف لم يستطع إصدار أي قاعدة دستورية أو حتى مشروع قاعدة دستورية، ولم يتم التوافق. تم تشكيل لجنة أخرى سميت لجنة التوافق أو فريق التوافق أو لجنة التوافقات لإصدار أو على اقتراح القاعدة الدستورية.
لجنة التوافقات لم تتوافق وأصدرت 4 مقترحات. هذه 4 كان ينبغي أن يتم التصويت عليها من قبل فريق الحوار وتم الاختلاف عليها، وإلى اليوم لا توجد قاعدة دستورية. المفوضية العليا للانتخابات على لسان رئيسها سيد عماد السائح ذكر بأن لإجراء العملية الانتخابية يجب أن تكون القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابات جاهزة قبل يونيو قبل يوليو شهر 7. نعم، ونحن اليوم في نهاية شهر أغسطس ولم تصدر. في تصريح لاحق للسيد عماد ذكر بأن من ناحية فنية التاريخ أقصى حد ممكن إجراء العملية الانتخابية إذا ما قدمت التشريعات فيه هو 15 أغسطس. مر هذا التاريخ ولم يتم